أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض والعاقبة للمتقين
والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد صدق الله العظيم. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا يصدنك عن آيات الله
لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء
خلقك فسواك فعدلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء فطرت إذا السماء الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك صدق الله العظيم. يا
بالسب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الكريم الذي خلقك فسويك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما 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 كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما كما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما
لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف
كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء صبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليك بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى. كلا إن الإنسان ليطغي أن رأيه استغني. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أريت الذي ينهي عبدا إذا صلي عبدا إذا صلي. أريت الذي ينهي عبدا إذا صلي. أريت إن كان على الهدى. أريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر ولله الحمد فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم هكذا خطب الإيمان والإسلام. كنا نستمع القرآن الكريم وفضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عنتر الهداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور على مقبرة الصوت والفراش الحديثة الكبرى والمعرض الفني كتركبت من تحت إدارة المتوكل على الله الحاج جمال خضر المقيم بكنيسة وريد. حضرة السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.